دابا الوقت هاك الاورو ورا لي هذا ارى لي الدرهم ديتي الاورو ديالك ارى لي الدرهم احسن وقت باش تبدل اللي عنده هذا ويشري هذا احسن وقت او لا اللي عنده هذا جنيه استرليني ها هو اللي عنده هذه الفلوس هذه الى بغى دابا يبدل هذه بهذه احسن وقت اللي بغى يبدل هادو احسن وقت تبعوا معايا بالدليل غتشوفوا بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العمولات وصرف العمولات على الإنترنت فلاحظ هذا الارتفاع حاد وغير مسبوق على الأقل هذه الخمس سنوات اللي فاتت من 2019 لهنايا ارتفاع كبير جد حاد خاصة من نهار 16 سبتمبر 2024 وقع الارتفاع الحاد في الأورو والجنيه استرليني. بالنسبة اللي يهمهم الأمر خاصة الإخوة في المهجر اللي ساكنين في أوروبا وفي بريطانيا أو بالنسبة اللي بغي يسافر للمغرب يبدل، هذا اللي بغي يبدل يشري الدرهم ماشي يبيع الدرهم، يبيع الدرهم فهو عكسه مخصوص يبيع الدرهم، اللي بغي يشري الدرهم فالدرهم وقع نقول ثورة ولا انفجار في هذه الأثمنة. إلا شفتوا هذا معايا بالدليل شوف جوجل، مشيت جوجل كنحاول نشوف يورو إيكوالز الأورو، الأورو هنا مع مروكن درهم. شوفوا هنا هذا البيان هذا هذا الكيرف هذه غتوضح كل شيء. أنا ضربت على 1 مانث يعني شهر واحد، شهر واحد إلا شفتوا شوف هابطة 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 من شهر هذه وهي هابطة هابطة تل هنا. هنا شنو هذا التاريخ هذا 16 سبتمبر، فوق هنا مانداي، هنا شفتوا مانداي 16 سبتمبر وصل ل 10 كان في 10.50 النهار اللي موراه نزيد غير 3 تيوزداي يا 3 هنايا 16 سبتمبر طلعت الكيرف تل هنايا طلع المنحنى رجع 10.84 10.84 من 10.50 تل 10.84 هذا ثمن الاورو. اللي يبغى يعطي الاورو ويعطيه الدرهم يعني تعطيهم الاورو ويعطوك الدرهم هذا ارتفاع حاد جدا. بالنسبه للشهر نشوفوا 5 ايام عاود شنو وقع. انا في لحظتها نضرب على 5D 5D يعني 5 ايام هنا وقع الانفجار هنا وقعت الطلعه. نشوفوا 1 year شوف 1 year ago شوف العام كله هابط 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 غتشوف غير من الصوره بلا ما نشوف الارقام هنا كيوقع الطلعه شوف كيطلع كينقز للسماء. هاد السيمانه وقع هذا الانفجار هذا. نشوفوا 5 سنين 5 years كتشوف هنا اعلى نقطه هي هذه كانت هبط لتحت هي الى تشوفوها تحت من هذا الخط هذا تحت فين انا دابا 10.80 وصلت في 2020 ابريل 2020 ولكن ما لحقاتش ولا دائما هابطه بحالكم ما لحقاتش اللي وصلت دابا. هذا بالنسبه للاورو ونفس الشيء بالنسبه لهنا عاود هنا باوند ستيرلين مع مروكن درهم. شوف الانفجار فين وقع هنا كان 10.43 نهار 3 وتمنيت تطلع فين شوف 12 انا اسمحوا لي كان 12.43 يعني تعطيهم واحد جنيه استرليني باوند ستيرلين غيعطيوك 12.43 درهم. الى غد ليه فين وصل شوف 12.89 قول 12.90 قريبه 13 درهم. هذا الانفجار هذه الطلعه هذه اللي هنايا يعني ماشي جبل، جبل كيكون مايل شويه هو حيط واقف وقفه طلعه ماشي مايل بحال هكا مايل لا هو ها طلعه وحده فيرتيكال. هذا شفنا 1 مانث نشوف 5 دايز هنا وقع الطلوع هنا كانت في البديد 5 ايام نهار 2 وطلعت وبقات كتراجع بحال هكا وكتزيد طلع للسماء. نشوف مثلا 1 يير عام ما كاين والو هابطه 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 حتى هاد السيمانه شوف طالعه فيرتيكال يعني باش توصل تقريبا 13 درهم ما وصلناش. نشوف 5 سنين عاود 5 سنين هادي 5 سنين
شوف هابطه 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 حتى لهاد السيمانه عاد طلعت للسما، قول 12 90، 12 درهم 90 اغلى ما كان في 5 سنين هادي، اغلى ما طلع ممكن هادي 12 24 ولا هنا 12 24 فوقاش كانت 2019، وهنا 2022 كانت 12 51، يعني 12 ونص يعني باش تحلم بها وصافي. دابا تقريبا 13، يعني شي حاجه بغيت نخبر بها الاخوه باش اللي بغى يصرف ولا شي حاجه، واحتمال كبير غيزيد يطلع اكثر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.